الحكومة اللبنانية وبعد اجتماع امتد لساعات أقرت الإصلاحات التي وضعها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لنزع فتيل أكبر احتجاجات تشهدها بلاد الأرز. ومن ضمن القرارات التي وضعها الحريري خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%. وعجز يقارب الصفر في ميزانية 2022 في حال مساهمة المصارف بخفض العجز في الميزانية العامة. وهذه القرارات مش معمولة للمقايضة، يعني مش لأطلب منكم تتوقفوا عن التظاهر وعن التعبير عن الغضب. هذا قرار انتوا بتاخدوه وما حدا بيعطيكم مهلة. اللبنانيون الغاضبون في شوارع بيروت ومدن أخرى والذين يواصلون التظاهرات لليوم الخامس على التوالي لم يرحبوا بأنباء الإصلاحات، مطالبين بمحاسبة الفاسدين وإسقاط النظام. واتهموا الحكومة بفرض ضرائب على المواطن اللبناني والتقصير في حل المشاكل الاقتصادية التي تعصف بلبنان. مش على الفاضي نزلنا على الشارع، نحن مش على الفاضي قاطعين طريق، نحن مش على الفاضي متواجدين بالطريق، نحن عالم كتير عانينا وكتير قطعنا مراحل لقدرنا نتواجب كلياتنا كلبنانية. وبحسب البنك الدولي يقول إن أكثر من ربع سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر، ويعاني لبنان من مديونية عالية حيث يحتل المرتبة الثالثة عالمياً.